وينضم الينا هاتفيا الاستاذ محمد ربيع الباحث في الشان التركي. استاذ محمد ارحب بك على اكسترا نيوز، وربما تابعت او حتى لو لم تكن تابعت هذا العرض الذي عرضناه منذ قليل عن انهيار مجال حقوق الانسان في تركيا، لكن هناك الكثير والعشرات من التقارير التي تتحدث عن انهيارات عديده وتازم في مجال وفي سياق حقوق الانسان في تركيا منذ 2016 هذا الانقلاب المزعوم وبعد هذا الانقلاب. في ذلك الوقت أو في هذا الوقت أيضا الرئيس التركي دائما ما ينادي بحقوق الإنسان في العالم ويصدر نفسه على أنه حامي حقوق الإنسان وحامي حقوق المسلمين في العالم. هل ترى أن هذا الخطاب الذي يوجهه أردوغان فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق بحقوق المسلمين هو موجه في الداخل في الأساس وليس للخارج؟ مساء الخير أول أستاذ همام على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الواقع أردوغان بيحاول أن يتبنى خطابات شعبوية سواء في الداخل أو الخارج، ولكن الداخل يعلم جيدا الانتهاكات التي يمارسها أردوغان ضد شعبه، وهو هدفه الرئيسي من هذه التصريحات وإظهار وإبراز نفسه أنه حامي حقوق المسلمين وأنه المدافع الأول عن هذه الحقوق، هو جذب أغلب قدر ممكن من المسلمين حول العالم وتأييد للمسلمين لكي ينال الأغلبية، ولكن المسلمين حتى والجميع بدأ ينبذ أردوغان ويرفض سياسات أردوغان القمعية والتدخلية أيضا في شؤون الدول الأخرى والعدوان والغزو للأراضي السورية، إضافة أيضا إلى انتهاكه الحقوق في الأراضي القبرصية. طيب والتنقيب. كيف نفهم هذا التناقض برأيك؟ كيف رسم هذا التناقض؟ هو رسم من خلال سياسات وخطابات كان دائما يصدرها الى الراي العام على انه هو الحامي، فمثلا لو نظرنا على خطابه في الامم المتحده اذى بصوره لطفل عن اطفال اللاجئين وهم قبل ايام قليله من عدوان تركي سافر على الاراضي السوريه. ايوه بالظبط كده، جاب صور اللاجئين وتحدث ان حقوق اللاجئين واين حقوق اللاجئين وانا الذي ادافع عن اللاجئين وغيرهم، ايضا وتحدث عن فلسطين وعن حمايه الشعب الفلسطيني في الوقت الذي هو يتحاور فيه مع اسرائيل. فكل تلك تناقضات بات العالم اجمع يعلمها وبات الجميع يعرفها ولا تخفى عن احد حتى الان. يعني اكبر حجم تجاره او تبادل تجاري بين بلدين كان بين اردوغان واسرائيل، اكبر مصانع اسلحه على مستوى العالم لاسرائيل موجوده في تركيا ايضا. طيب اخيرا في الايام الاخيره يعني تم اعتقال عدد من المعارضين من الاحزاب التركيه السياسيه المعارضه التي نددت ربما بالعدوان التركي السافر على الاراضي السوريه وتم اعتقال هؤلاء المعارضين، اين الحريه برايك في تركيا في الوقت الذي ينادي فيه اردوغان بالحريه في عدد من الدول وعدد من الازمات في مختلف دول العالم، ها هو اليوم يقوم باعتقال عدد من المعارضين لاختلافهم مع سياسات اردوغان. استاذ محمد اولياء تتحدث على ان تركيا هي اكبر سجن موجود على مستوى العالم، اضافه الى انها ثاني اكبر دوله تعتقل الصحفيين. نحن نتحدث ايضا على 250 الف معتقل داخل السجون التركيه، بعضهم من حاكم وهناك 60 الف لم يعرضوا او يواجهوا محاكمات، اضافه الى القتل العمد داخل السجون او القتل بدون يعني معرفه للراي العام ما اسباب وفاه الشخص، ربما كانت هناك فضائح كثيره ايضا تتحدث عن هذا. نحن نتحدث عن دوله ايضا اغلقت 250 الف موقع في فتره بسيطه جدا ربما لا تتجاوز السته اشهر، تسيطر على 95% من الاعلام في تركيا تحت قياده اردوغان، كل هذه انتهاكات لحقوق الانسان في الداخل. طيب هل انعكست اوضاع حقوق الانسان السيئه حاليا في تركيا على الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه هناك؟ من المؤكد انعكس ذلك، الاقتصاد الان بدا متدهور للغايه وخاصه بعد الغزو للاراضي السوريه، ايضا هناك خسائر اقتصاديه، هروب المستثمرين، شركات كبرى بدات تنفر من تركيا وبدات تهرب من تركيا ولم يعد لديها رغبه في الاستثمار في تركيا، الليره التركيه تخسر الكثير من قيمتها، اسعارها في البورصه حتى التركيه خسرت الكثير، كل تلك خسائر اقتصاديه يشعر بها، ايضا اسعار الطاقه ارتفعت ثلاث او اربع مرات خلال فتره بسيطه جدا، ايضا اسعار المواد وغيرها والسلع ايضا نتحدث في تركيا على انها اكبر
دولة فيها يعني مشاكل اقتصادية، إضافة إلى هي أكبر دولة من حيث حجم التضخم المتواجد في الاقتصاد التركي أو في الشرق. ذلك أيضا انعكس ربما على الأوضاع السياسية أخيرا في ما يتعلق بالانتخابات التي كانت في تركيا، البلدية التي كانت في تركيا، عندما فقد أردوغان مدينة اسطنبول أو بلدية اسطنبول، وكان قد سبقها فقدانه لأنقرة وأنطاكيا وعدد من المدن الكبرى في تركيا في الانتخابات البلدية. أيضا لأي مدى أوضاع حقوق الإنسان المتردية في تركيا تنعكس على في الانتخابات سواء كانت الماضية أو حتى توقعاتك للانتخابات القادمة؟ في الواقع حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية كانت واضحة جدا في خسارة تركيا النظام الحاكم في تركيا لمقاعد في الانتخابات المحلية، وخاصة بعد خسارة اسطنبول التي يراها أردوغان أن من يحكم اسطنبول هو من يحكم تركيا بالأساس. أيضا إن كنا نتحدث أيضا عن خسائر أخرى، فخسر النظام أيضا في انتخابات البرلمانية السابقة، ولم يكن باستطاعه أن يكون حكومة أو يشكل حكومة إلا من خلال تحالف. هناك كثير جدا من الرفض في الانتخابات القادمة، أعتقد لن يكون هناك شعبية أو أرضية للحزب الحاكم في تركيا، وخاصة أن تقارير واستطلاعات الرأي تؤكد أن شعبية أردوغان وحزبه باتت في تهوي، ربما هي تصل ل 20 أو 28% الآن، وربما إن وجرت استطلاعات رأي في الوقت الحالي لن تجد شعبية قوية إلا المؤيدين أيديولوجيا ومن يدعمهم أردوغان بالأساس ويدعم أردوغان في فكره الإرهابي والمتطرف. نعم، الأستاذ محمد ربيع الباحث في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى كل هذه التفاصيل.